الأسلم عبد الله بن فهد بن هزاع السبيعي، العمر 43 سنة، متزوج وعندي سالم ونجلة وريما. الابتدائي والثانوي والمتوسط كانت في الخبر في مدارس منارات الشرقية. الابتدائية نصها كان في عقبة بن نافع الابتدائية، ونص الثاني في مدارس المنارات. الجامعة تخرجت من جامعة الملك فهد بترول المعادن عام 96، تخصص علوم التسويق في كلية الإدارة الصناعية، 96 أو 97 والله ما أذكر، لكن يعني انخرطت في العمل قبل أتخرج. أذكر كنا بعد ما نخلص دوام المدرسة نجي على البيت نتغدى نريح شوي، الساعة 3:30 احنا موجودين في كانت في أرض فاضية هنا اي نجي نلعب كورة تقسيمة ونقعد نلعب من صلاة العصر لصلاة المغرب. ايش الخانة اللي كنت تلعبها؟ نكون والله يعني ما بين الهجوم الوسط، نرجع نجلس المجلس مع بعض، اللي يكون عنده مذاكرة يكون عنده التزامات، طبعا واحد على ما يغير ثيابه ويتروش وذا نتعشى نشوف عاد نخلي مذاكرتنا أوقات يخليناها قبل الكورة ولا بعد الكورة. في عطلة الأسبوع نطلع مع الوالد ناصر الله يغفر له، كان فيه عنده مكان ل يعني متواجد فيه عدد كبير من الإبل اللي نملكها، وكنا نروح نجلس معاه خاصة فترة العصر إلى المغرب. مكان على بعد 30-40 كيلو، تعرف أنت عادة تحاول تلقى أماكن المرعى خاصة في البل، فنروح نذوق حليب البل في ذاك الوقت نقعد معاه، يعني كان الأوقات البسيطة اللي نتفرغ لها. طبعا احنا من العادات عندنا بعد صلاة الجمعة تكون متجمعين نتغدى سوا، بعد صلاة العصر نطلع مع المناصر الله يرحمه. يوم الجمعة كان يوم مميز، بس الآن تقدر تقول انه نوعا ما اختفى شوي، قل شوي مشاغل الحياة، التزامات كثرت. لكن مثلا احنا الى الان بعد صلاة الجمعة الغداء جميع الابناء والاخوان في المجلس، اضافة الى كل يوم اثنين بعد صلاة المغرب نكون يعني متواجدين لاستقبال الاصدقاء يعني كجمعة للجميع. فيصل القحطاني مراسلنا والذي استضاف عبد الله الهزاع اخذه الى جانب اخر هذه المره في دقيقتين الى الهوايات ايضا بعيدا عن الرياضه. احنا طبعا في الاسره العم ناصر وجدي هزاع والوالد فهد يعني واغلب الان ابناء العم والاخوان من هوايتهم الصيد بالصقور، وهي هوايه محببه لهم ومن 40-50 سنه والعائله يعني مهتمه بالهوايه هذه بالذات. فهذه صوره لاحد الصقور اللي كانت قريبه جدا من العم ناصر الله يرحمه، والصوره هذه يمكن صار لها فوق 30 سنه، و يعني عايز عليه كثير. اعتقد اخذها معاه للعراق شمال المملكه وبرضه في الربع الخالي، فكان في له ذكريات كثيره معاه. في صورتين متابعات، الصوره هذه مثلا لحظه انخفاض احد الصقور على طائر الحبارة، وفي صورة أخرى
قد تمكن من الإحبارة. يعني هذه الصورة الأولانية وهذه الصورة الثانية. تعرف في الثمانينات بدأ يكون في تصوير ويكون في متابعة في تكنولوجيا شوي، فتم ملاحظة الصيد صيدة ذي بالكاميرا من الصورة الأولانية للصورة الثانية. في صورة برضو يصيد أحد الأرانب، هذه في الربع الخالي، وهنا أحد الطيور الحبارة وقع في ضمن شرك. في أماكن معينة تطلعون الصيدون؟ إيه، شمال المملكة فيه في الربع الخالي، في في السابر كان فيه العراق، في صحراء مصر كان فيه توجه، في سوريا.